بالتالي معانا في هذه اللحظات ضيف عزيز جدا جدا، وبنتمتع بتواجده دايما في حلقه كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي، استاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ محسن منورنا ومشرفنا كالعاده. نورك يا كابتن امير، ربنا يخليك على الكلام الجميل ده. كلام كتير جدا وعناوين كتير هنتناولها معاك على مدار الحلقه، لكن قبل ما نتكلم بتفاصيل كتير على بطولة الأمم الأفريقية واللي حصل امبارح والتأهل النهائي بالنسبة للجزائر والسنغال، عايزين نتكلم شوية عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية واللي بيستعد لفترة قادمة غاية في الأهمية من خلال مباراتين المقاولين والزمالك، وبعد كده تخش بقى استعدادات تانية للموسم الجديد. شايف الفترة دي ازاي ومدى أهميتها بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي استكمال موسم، يعني هي طبعا هي مقطوعة بنسبة كبيرة جدا، أكثر من حوالي 40 يوم او ربما اكتر، طبعا اللي هو فتره توقف الدوري طبعا ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم، بس حصل عندنا خلاص مش مشكله. اعتقد يعني بعد ان الدوري هيبدا طبعا يوم الاحد اللي جاي بعد البطوله على طول بالثلاث مباريات للزمالك ومباراتين للنادي الاهلي، يعني اعتقد هم عملوا الفرقه عملت ريفريش في الفتره دي تحديدا، يمكن كل التركيز اكبر على الاهلي والزمالك مع احترامي طبعا للجونه والمقاولين والاسماعيلي بحكم ان هم اللي بيتصارعوا لسه على اللقب. الاهلي في اسبانيا، الزمالك في قبرص، فيعني ريفريش كده، يمكن نتمنى ان شاء الله بعد البطوله يكونوا خدوا من روح البطوله شويه، بروح البطوله الافريقيه تاثر على اللعيبه شويه، فيكون لهم مردود طيب في المباريات اللي باقيه، مباراتين للاهلي وثلاثه الزمالك، يكون يعني نهايه موسم بشكل كويس حتى وان كانت متاخره. يعني شايف ان المعسكر في اسبانيا كان توقيته مهم جدا للنادي الاهلي ولمستر لاسارتي كمان بالتحديد عشان يبتدي ان شاء الله باذن الله موسم جديد بشكل جيد. هو النادي الاهلي متعود على طول انه بيعمل معسكراته في اوروبا ودايما بتؤتي بثمارها، يعني بيبقى بعيد طبعا الاجواء هنا في ملعب التتش مثلا، المعسكر الجماعي ده بيبقى يعني اللعيبه بتبقى مع بعضها فتره طويله، ده بيبقى شيء كويس بعيد طبعا عن التوترات والاجواء اللي موجوده هنا، وكان طبعا السوشيال ميديا مش مخليها حاجه بعيده، ولكن بيكون في اكبر قدر ونسبه من التركيز لان الموسم بالنسبه لهم مباراتين، يعني الفوز في الاثنين بيمنحك الدوري، ربما الفوز في مباراه يمنحك الدوري، الله اعلم طبعا الامور هتمشي ازاي، بس طبعا الامور اقرب بنسبه اكبر من للنادي الاهلي من نادي الزمالك، عشان كده النادي الاهلي يعني شايفه مركز اكبر في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هل كنت تتوقع وصول النادي الاهلي للمرحله دي في بطوله الدوري بعد البدايه اللي كانت صعبه جدا واللي كانت بتتمثل سواء في نتائج في الاول تعادلات وهزيمه وكلام من ده، وايضا اصابات كانت كتير بالنسبه للنادي الاهلي؟ ولا حد كان يتوقع، كل الكلام كان في بدايه الموسم، هو يبان انه بعيد قوي لانه تقريبا من سنه الناس كلها بتتكلم ان الموسم ده للزمالك، الزمالك بيقدم افضل عروض، النادي الاهلي بعيد تماما، حتى ان كان بيفوز كان مستوى متذبذب، كمان مش هننسى ان الاهلي كان متاجله مباريات كتيره لان الاهلي كان لسه في بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت اللي وصل فيها للنهائي قدام الترجي، فكان الاهلي متاجل والدوري صحيح من بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت صح؟ صحيح، يعني شغال ما حدش عارف، ما كله هو ما فيش توقف، هو لازق في بعضه. يعني انت خدت اجازه اهو شهر او 40 يوم مثلا، وهترجع تلعب الثلاث ماتشات وبعدين تاخد 20 يوم وبعدين تيجي راجع تاني. لا يعني فهو كله بقى فيه تلاحم طبعا. يعني احنا في موسم كروي واحد في مصر لعبنا بطولتين افريقيا. لعبت بطولتين افريقيا للانديه مع بطوله افريقيا للمنتخبات، فكله لازق في بعضه يعني. فالناس انا يعني ما حدش يتذكر، لكن لما تيجي ترجع من قرابه السنه اللي ورا تلاقي ان النادي الاهلي فعلا ما كانش حد مرشحه، ده كان حتى بيطلع وسط مثلا دي الدعابه، يعني الدعابه اللي بين الجمهور اللي هو الاهلي لن يهبط بحكم انه كان متاجل له كتير، وكان لعب تقريبا ماتشين او ثلاثه كان في متاجل له كتير، تسع ماتشات فطبعا ده بيفرق طبعا، انت بتتكلم في 27 نقطه على الاقل، يقول المهم اللي بيحصل في الاخر. لا لا ما فيش مشاكل دي، لا دي في طبعا الناس عارفه طبعا ان يعني فريق لعب ماتشين وفريق لعب تسعه، ما اكيد طبعا طبيعي في فروق يعني، لكن لما الامور بتتساوى والاهلي بيلعب ماتشاته مع الزمالك والامور بتبقى الند للند خلاص بيبان بقى القوة الحقيقيه. يمكن ما كانش بصراحه ما كانش حد يتوقع حتى محب النادي الاهلي في الاول، قال لك هو موسم وخلاص وبعدين نبدا على جديد، لان كان في خطا بكل امانه ان النادي الاهلي ما رممش او ما عملش صفوفه كويس في موسم الانتقالات الصيفيه، والموسم الانتقالات الصيفيه كانت بتبقى هي الاساس في ده كان بسبب ايه؟ انا اقول لسيادتك الاول، هو بيبقى الاساس ان انت بتعدل صفوفك او بتظبط صفوفك بالصفقات الصيفيه يعني صح، وبعدين بتكمل في الشتاء او في يناير بتكمل بعنصر او اثنين. النادي الاهلي عكس في الصيف، لو نتذكر كان جاب كوليبالي وتقريبا احمد علاء يعني مع احترامي طبعا ما كانوش مؤثرين الاثنين، لكن الاهلي بقى عكس، راح جاي في يناير راح جاب اللي هي صفقات الاضخم، فعشان كده حصل الدروب ده، وبعض اللعيبه لسه ما حصلش التجانس زي حسين الشحات مثلا، هو لاعب كبير جدا وجايب رقم كبير ومع ذلك ما حصلش التجانس لانه جاي من نص الموسم طبعا، فهي دي الاهلي عكس ده اللي عمل، بس برضه طبعا مع رمضان صبحي بقى
وجيرالدو بقيه اللعيبه. يمكن ده اللي عمل الدروب، لكن لما تيجي تبص في النهايه الاهلي هو اللي فارق بثلاث نقط والعمليه تصل لكده، ولولا لو كان الاهلي ما كانش تعادل ماتش، ما كانش خسر ماتش، كان زمانه بطل الدوري الرسمي خلاص. وبرده عشان نكون منصفين، الزمالك برده اهدر نقاط، ما كانش ينفع يهدر طبعا. بس طبعا دي طبيعه المنافسه. فاجابت على سؤالك، ما كانش ينفع طبعا ان ما كانش حد متوقع ده. وحته الصيفيه ده كان شايف انه كان خطا من النادي الاهلي، انه عكس ترميم الفريق. المفروض الاساس في الصيف انك بتبدا موسم وبعدين بتكمل في الشتاء، هو الاهلي عكس، جاب اثنين في الصيف وراح جايب العدد الكبير الاساسي او القوام الرئيسي في الشتاء. كمان برضو في ظروف خارجه عن الاراده، عارفين الاجواء كلها اللي كانت محيطه بالنادي الاهلي والضغوط اللي كانت كبيره على النادي الاهلي والتضامنات والامور اللي كانت بتحصل بشكل عام. انت وجهه نظرك عارف مختلف مع حضرتك، انا عارف عشان احنا في النادي الاهلي يعني مش هنطفي راسنا في الرمال. لا انا بتكلم من وجهه نظر، لكن ممكن يكون دي حقيقه. النادي الاهلي ممكن حتى لو اخطا، وده وارد انه يخطا، ده خطا الاهلي دفع ثمنه، مفيش نادي ما بيغلطش، ده الاهلي دفع ثمنه في بطوله افريقيا. المهم ان هو عدل من اخطاء، ده كان ممكن يبقى النهارده بطل الدوري مرتاح، فهو دفع ثمنه اكتر حتى في الدوري، ان هو يعني لسه البطوله لم تحسم، وحتى لو حسم النادي الاهلي فكان ممكن تحسم بدري عن كده، وكان الاجواء هاديه شويه، يلعب بصف ثاني او ايا كان يعني، او مش هتبقى المهمه بقى الماتشات اللي باقيه. تحصيل حصل، ولكن دفع ثمنها اكبر في بطوله افريقيا، وبخروج لن يمحوه التاريخ طبعا بالنسبه للنادي الكبير زي النادي الاهلي، بالخساره بخماسيه من صن داونز الجنوب افريقيا. فدي دي دي ده اللي حصل للنادي الاهلي في الموسم يعني. نتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه تكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي عايز اتكلم معاك عن صفقات النادي الاهلي. حتى الان الاهلي تعاقد مع رمضان صبحي ومع اليو ديانج، شايف ازاي صفقتين دول؟ والله طبعا رمضان صبحي مش جديد يعني، هو استكمالا اللي هو كان فتره الاعاره بتاعته. وكويس النادي الاهلي حافظ على ده، لان رمضان لعيب كبير، حتى لو كان بيحصل له نوع من التذبذب في بعض المباريات، بس هو يبقى لعيب كبير يعني مؤثر برضه يعني. كان حتى الناس حتى في هفوة المنتخب في بطوله افريقيا دايما بيقول كان مفروض يبقى عندك لاعب تقيل على الدكه تناور بيه، اللي هو تقدر تنزل بيه في الشوط الثاني او في وقت الشده الجمهور يهيص. الكلام ده متوفر في رمضان صبحي، في كهربا، في بعض العناصر اللي هي المهاريه. ما كانش موجود اللاعب ده على الدكه، فعشان كده المنتخب فقد هيبته في بطوله افريقيا. فده مهم جدا للنادي الاهلي، حتى وان كان رمضان احيانا بيتذبذب مستواه، فده مهم جدا. طبعا اليو ديانج ده صفقه كويسه للاعب، عامل متابع للكره الجزائريه كمان، عامل شغل عالي جدا. لا عامل شغل عالي جدا في الدوري الجزائري السنه اللي فاتت. يمكن كل اللي انتهزنا فرصه التواجد الجزائري الصحافه الجزائريه في البطوله، وكنا بنسالهم دايما على اليو ديانج، بيقول لك لا ده لعيب رائع جدا وهيفيد النادي الاهلي. يبقى بس عنصر بقى التوفيق وعدم التوفيق، لان طبعا ياما جه لعيبه بتبقى اسمائها كبيره جدا وما بيحصلش انسجام. وطبعا زي حسين الشحات اتمنى له التوفيق. اليو ديانج اعتقد مش هياخد وقت كتير كده، لانه دايما اللاعب الافريقي بيبقى واقع تحت وطاه الحاجه ام الاختراع، ان هو دايما بيبقى ايه، لو ما فلحش هنا هيرجع بلادهم، فتلاقي الامور مش كويسه زي شمال افريقيا. وبعدين طبعا بالنسبه له نقله كبيره من الدوري الجزائري للدور المصري والنادي الاهلي، طبعا دي نقله كبيره جدا. هما دايما بيمسكوا في الحاجات دي. فان شاء الله اتمنى له التوفيق يعني. طيب بالتالي شايف المراكز اللي ممكن يكون لسه محتاج النادي الاهلي تدعيم فيها من وجهه نظرك خلال الفتره الجايه، من غير ما نتطرق لاسماء خالص يعني؟ يعني اعتقد الدفاع والهجوم ماشي اوكي خلاص، ما فيهوش مشاكل يعني. اعتقد الدفاع اكتر في النادي الاهلي محتاج ترميم، لان ده كلف النادي الاهلي السنه اللي فاتت كتير بصراحه. سواء في البطوله المحليه والبطوله الافريقيه كانت الدنيا ضايعه ورا بصراحه بكل امانه يعني. لكن قدام ما فيهوش مشاكل، هو بس بيقع في خط النص والخط الهجومي ما بين التوفيق وعدم التوفيق. لكن لما بيحصل تماسك بيقدم كوره عاليه جدا. يمكن كلنا شفنا في ماتشات السنه دي النادي الاهلي عملها ما حدش هيفتكرها قوي، بس مثلا ماتش الاهلي والمقصه اللي كانت في الدور الاول 3-0 كانت مباراه رائعه جدا فعلا. كانت حاجه بسم الله ما شاء الله. لما حصل التوفيق يعني حصل النادي الاهلي، كان في ميزه، في مش ميزه، في عيب خطير جدا في السنه دي، ان هو بيهدر كم فرص رهيب. اللي يمكن لو سجل نص الفرص دي يفوز مرتاح. فدي كانت مشكلته. بس طبعا بيدفع ثمن ده كان في مشاكل في الخطوط الخلفيه. اتمنى النادي الاهلي يدعم دفاعاته عشان يبقى
تكتمل صفوفه طبعا في المباراه المتبقيه والموسم الجديد ان شاء الله. طيب خلينا نقول لجمهور النادي الاهلي التشكيل الخاص بالفريق في المباراه الوديه الاخيره هناك في معسكر اسبانيا امام فريق اوكام الاسباني. تشكيل النادي الاهلي: علي لطفي في حراسه المرمى امام الرباعي علي معلول، محمد نجيب، رامي ربيعه، واحمد فتحي في نص الملعب، كل من حمدي فتحي وحسام عاشور، امامهم كل من رمضان صبحي، حسين الشحات، وجونيور اجاييه، والمهاجم وليد ازار. اعيد على حضراتكم تشكيل النادي الاهلي مره ثانيه: علي لطفي في حراسه المرمى، علي معلول ظهير ايسر، احمد فتحي ظهير ايمن، اثنين مساكين محمد نجيب ورامي ربيعه، اثنين في نص الملعب حمدي فتحي وحسام عاشور، امامهم ثلاثي رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاييه، وايضا المهاجم الوحيد وليد ازارو. دي اخر تجارب النادي الاهلي الوديه، وحتى الان اثنين تقدم النادي الاهلي باثنين صفر، اجاييه وحمدي فتحي هم اللي احرزوا الاهداف. شايف ازاي التجارب الوديه دي بالنسبه للنادي الاهلي حتى لو كان المستويات اللي انت بتقابلهم ضعيفه شويه، لكن مدى اهميه هذه التجارب؟ لا يعني الهدف منها بيبقى وجود تجانس ما بين اللعيبه اكتر. يمكن بحكم ان هم متوقفين في الدوري ما لعبوش بقالهم فتره طويله مع بعض، هم الدوليين معاهم، فدي يعني بيبقى الهدف الرئيسي منها مش الانتصارات، حتى كانت 9 ولا 10 ولا حتى 20 جون مش ده المهم. الاساس في القصه كلها بيبقى التجانس، خلق التجانس او مزيد من التجانس، ويعني اللعيبه بتفهم بعض اكتر، يعني بيشوفوا بعض. يمكن كان في نقطه النادي الاهلي بيفتقدها السنه دي، لما كان الجيل الذهبي في 2005 كانت اللعيبه بتباص لبعض على العميان، يعني كل واحد عارف في التاني فين. كانوا بيلعبوا حتى لعبه كده اسمها الساقيه، كان اللعيبه تلاقي متعب ومش عارف وبركات وتريكا وفلافيو كانوا بيلعبوا، لان كتر لعبهم مع بعض. فدي احد اهم سمات الماتشات الوديه، حتى وان ما كانتش المباراه بالقوه المطلوبه او المنافسين يعني بالقدر الكبير يعني. طيب بالتالي منافسات عديده هتكون للنادي الاهلي في الموسم الجديد، عندك بخلاف ان شاء الله بطوله الدوري الماتشين الباقيين، عندك بطوله كاس مصر، وعندك اللي هي البطوله بتاعت السنه اللي فاتت، وعندك السوبر بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا او اللي فاتت اللي قبل مش عارف واللي قبل فاتت اللي قبل فاتت واللي فاتت تمام، وعندك بطوله الدوري الجديد وكاس مصر البطوله الجديده، وعندك بطوله دوري ابطال افريقيا. هل كل ده هيبقى ضغط كبير على اللاعبين او على اي فريق بشكل عام؟ لا اعتقد يعني خلاص هم مش هيبقى في الضغط اللي حضرتك بتتكلم عليه ده لسببين. اولا هو الدوري ماتشين او ثلاثه بالنسبه للاهلي، ماتشين يعني بخلاف الدوري هنخلص من بخلاف الدوري. الكاس يعني لازم يخلص في وقت قصير جدا عشان الدوري الموسم الجديد اللي هيبدا. السوبر انا مش يعني ممكن اتحاد الكوره يلعبوا في مصر حتى يعني عشان ما يروحش السوبر السوبر يروحش الامارات بقى ولا اي بالزبط. عشان ضيق الوقت كمان، انت لما مسافر بره بتاخد بروح بدري اكتر، حاجات كده يعني. اخلص من الحاجات دي بسرعه وخلاص. الموسم الاستثنائي خلص. انت عندك فعلا كان موسم استثنائي بسبب بطوله كاس امم افريقيا واقامتها على مصر في وقت قياسي. كان عندك بطوله دوري ابطال افريقيا الجديده المعدله اللي هي لحمت في البطوله القديمه، فخلاص انت تخلصت من ده وتخلصت من ده، فعندك موسم تقدر تلعب فيه مرتاح. بلس ان انت عندك حاجه مهمه جدا، الانديه ما عادتش تشارك في 4 بطولات زي ما كان بيحصل بالظبط. انت عندك بطولتين، اللي هيشارك في البطوله العربيه مش هيشارك في البطوله الافريقيه والعكس. خلاص فده يبقى بالنسبه لك انت يبقى العمليه مرتاحه جدا. النادي الاهلي اكيد طبعا هيختار البطوله او اختار فعلا البطوله الافريقيه، اللي طبعا هي الرسمي والمعتمد والمعترف بها، مع كامل احترامي طبعا البطوله العربيه في الاول وفي الاخر فريندليز ماتشز يعني ماتشات وديه. فانت ده المهم، فانت تقدر تعدل من الامور هتتعدل مع الوقت، يعني مش هيبقى فيه كم التاجيلات للاهلي والزمالك والاسماعيلي والمش عارف مين والاتحاد والمصري والحاجات اللي كانت بتحصل دي مش هتبقى موجوده السنه دي ان شاء الله، هتبقى متوازنه كتير لكل الاسباب اللي ذكرتها لحضرتك. اعتقد الضغط هيخف ان شاء الله مع بدايه الموسم. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل حديثنا بالتحديد فيما يتعلق ببطوله الامم الافريقيه واهم النتائج واهم المباريات وابرز كل الاحداث اللي حصلت في بطوله الامم الافريقيه. استنونا بعد الفاصل. الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. طيب اتكلمنا على النادي الأهلي وكل التفاصيل الخاصة باستعدادات للفترة القادمة، في المقابل في أمور بتتعلق باتحاد الكرة بعد كارثة الخروج من بطولة الأمم الأفريقية، بتلاقي مفيش اتحاد كرة دلوقتي القائم بأعمال الاتحاد للواء ثروت سويلم، الفترة الجاية شايفها إزاي بالنسبة للكرة المصرية وبالتحديد فيما يتعلق باتحاد الكرة؟
لا اتحاد الكره طبعا الدوله اكيد مش هتسكت على ده، لازم يبقى فيه طبعا اتحاد كره، لان احنا مجبرين على تصفيات كاس عالم وتصفيات كاس امم، فالعمليه مش محتاجه. وبعدين المنتخب كفايه عليه بقى مهازل، يعني كفايه عليه مهازل. هو الناس بتتعامل بالمناسبه بمنطق السبوبه، بمعنى ايه؟ يعني هم لما رحنا كاس العالم المشاكل اللي حصلت في كاس العالم من منطق ما احنا مش هناخد كاس العالم، فاسترزق بقى وعيش حياتك، واللعيبه تاخد فلوس، وده يكلم ده، وده ياخد مش عارف من قناه كذا، ويطلع الناس تصور وفرصه نروح. يعني هم اتعاملوا ان عايزين نصعد كاس العالم، ادي احنا صعدنا، احنا مش هناخد كاس العالم يا جماعه. ماشي اوكي مش هتاخد، بس العب برجوله يعني. احترم نفسك، احترم نفسك عشان احترمك. لما حصل الكوارث اللي حصلت في كاس العالم وما كانش فيه محاسبه، اكتملت في 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 افريقيا برضو. الناس ما عندهاش الباعث او انها تكسب طبعا. ايه البطوله على ارضنا والمنتخب مش عارف الارض والجمهور، ما عادش الكلام ده طبعا. بدل انت اتغلبت من اضعف فريق في البطوله، يعني فريق لعب 4 ماتشات اتغلب 3. انا اتغلب من نيجيريا، من المغرب، واتغلب من ازارو جاب الجون الثالث بالمناسبه في المباراه الوديه. اتفضل قبل ما يجيب حاجه في الدور المصري ان شاء الله باذن الله. يعني اتغلب من كوت ديفوار، اتغلب من المغرب، اتغلب من نيجيريا، والفريق الوحيد اللي كسبه ناميبيا. يعني هو ما كسبش الا ناميبيا ومصر. لا وما عندوش كوره يعني فريق. يعني انت لو انا على فكره انا كمصري كمشجع مصري بشكر منتخب جنوب افريقيا انه رحمنا من هزيمه فادحه قدام منتخب زي نيجيريا، لان انت استحاله كنت تصعد اصلا تتقابل الجزائر. خلينا نتكلم بامانه، ولو صعدت كنت هتتغلب بالمستوى اللي احنا شفناه طبعا. لا فانت كفايه ما هزم المنتخب، ما تلعب انت بتلعب باسمك. وهي الناس بتتكلم من منطق ايه؟ ما احنا واخدين 7 بطولات، ان مش فارقه بقى خلاص لو خسرنا بطوله ايه يعني، ما احنا اصياد القاره، ده الكاميرون اللي بعدنا بخمسه واصلا خرجت. بيتعاملوا بمنطق سبوبه يعني. دي حته طريه جايه يعني. هم بيتعاملوا بالمنطق ده، تعاملوا بيها في روسيا صراحه كده من الاخر يعني. من الاخر ايوه، عشان لما امال الكاميرا كانت بتخش ليه؟ فعلا صح. اللاعب ده وده ياخد 5000 دولار وده كله استرزق. قال لك انا هتيجي تقفل، طب ماشي هنصعد من الدور اول، ما انت هتتغلب من المكسيك، من أي حد. مش عارف من اي من البرتغال، من اي حد، وكرواتيا هتتغلب. بس انت ليه بقى الفرق؟ لما سنة 90 المنتخب كان كويس، ما كانش فيه الكلام الفارغ ده. فالمنتخب قد خرج من الدور الأول وخرج في المركز الرابع، لكن لعب مباراة بطولية قدام منتخب هولندا، وبطولية قدام منتخب أيرلندا، وحتى اتغلب بالعافية قدام انجلترا. انت اتغلبت الثلاثة عن جدارة واستحقاق، يمكن كنت كويس في مباراة أورجواي. لما ما حصلش الحساب في كأس العالم في روسيا، كانت النتيجة دي لازم يكون العقاب كده يعني. والعقاب بالمناسبة كان رحيم بين احنا كمشجعين، ان انت ما اتغلبتش على ارضك. انا كنت بصراحة خايف من سيناريو البرازيل 2014 على ارضها، كانت ماشية كده وخلاص، واتغلبت 7 هزيمة للتاريخ طبعا. لكن انت اتغلبت 1-0 مقبوله وهاديه وما فيش اي مشاكل من بافانا، لكن كانت هتبقى اكبر من كده. لو ما تمش الحساب، توقع الأسوأ، توقع الأسوأ. لازم يبقى فيه ان شاء الله وقفه، والناس دي تتحاسب، ويبقى فيه اتحاد كوره عشان المنتخب طبعا مقبل على فتره حساسه. تكلمت في جزئيه مهمه جدا والسبوبه، وان كل واحد كان بيحاول ان هو يسترزق يعني من خلال تواجد كاس العالم. وانا بتكلم بصراحه يعني، وده هيخلينا نتكلم على اخبار الرياضه. وخبر فيها بيقول ان حرب السماسره ومراهنات الانديه يتهمون السماسره بالتخريب. هل السماسرة كان لهم دور في كل هذه الكوارث الموجودة في الكرة المصرية حاليا؟ هل رؤساء الأندية أو الأندية المسؤولين بشكل عام يعني لهم دور في المراهنات بشكل عام؟ عايز أقول لحضرتك، هو مش هتهم واحد بعينه، ما أقدرش أقول السماسرة طبعا. لكن هي بتبقى منظومة حتى لو دايرة مغلقة فاسدة. بمعنى إيه فاسدة؟ أنت النهاردة بتشوف لاعب نص لبة بالبلدي كده، وما يجيبش مثلا نص مليون جنيه مثلا في سوق اللعيبة، بيشوف صحفي ضعيف النفس زيه وبياخد قرشين وبيكتب اخبار في الجرايد بتاعته او المواقع اللي هي برضو حاجات وضيعه يعني، وبيقعد يكتب على اللاعب ده انه مطلوب في عده انديه خليجيه، وانه مش عارف الترجي عايزه، وان الزمالك يفكر في الدخول على الخط. فده اوريدي ده بيخليه من نص مليون يخليه 3 مليون صح. على الاقل وياخد مقابل ده فلوس طبعا. ما دي منظومه فساد. وبيجي ناس تخاطب اطراف من الزمالك مثلا لو اللاعب مثلا افترض الاهلي بيفاوضه، فيجي طب خش عليه على الاهلي حتى لو مش عايزه، ده لاعب سكه لبس فيه الاهلي وبيحصل. فيجي معلي التاني يجي معلي، والامور بيبقى فيه فساد سمسار مع فساد اعلامي صحفي اقصد يعني. هتلاقي من ده كتير في قنوات نص كم موجوده في الفضائيات المصريه دي، ما اعرفش دي جايه منين. يستضيفوا الناس دي ويعملوا لهم بيعملوا حلقات، وبعدين يجي مركب لك فيديوهات تحسسك ان انت هتتعاقد مع ميسي. تبقى قيمه اللاعب الحقيقه بكل امانه ما تساويش 100,000 جنيه مثلا، وتبص لها خلاص وصل ل 8 و10 مليون وخلاص. هو كل اللي في مصر هنا مسمينهم سمسار مش وكيل لعيبه. هل احنا ما عندناش وكيلين وكلاء لعيبه؟ الوكلاء بيبقوا معتمدين، لكن هو هنا بقت العمليه فهلوه. بمعنى ايه؟
انا صديقي مثلا لاعب جزائري، ما تشوف لي يا عم اللاعب ده من عينيا حاضر بيكلم اللاعب، طب انا هجيب لك عرض من طب خلاص اكتب لي بس ان انت بتفاوضني حاجات كده يعني، ويجي مخلص وانت قاعد التليفون ده اللي انت كلمته لو فرضنا الصفقه تمت يعني تكتب له خبرين حلوين وده مش عارف ايه طلعت لك مثلا ب 10000 دولار ولا حاجه خبطه في يعني مرتب ما بتاخدوش طول السنه مثلا طبعا. فهي العمليه بقت سمسره خلاص يقلب زي ما هي جايه سمسره فعلا من هو انت عايز شقه فبشوف لك مش عارف مين بتشتريها 5000 منك و5000 من البايع وهي هي سمسار مش وكيل لعيبه. الوكيل لعيبه ده موجود في اوروبا تعال اتفرج الناس ماشيه ازاي بتمشي بشكل رسمي. الوكيل كمان بيبقى ليه دور حتى في ثقافه اللاعب يمكن صح. شفنا ده شويه كتير في محمد صلاح لما رامي عباس مأثر على شخصيته ده صحيح لانه بيديله بيسلم له نفسه زي ما بيقولوا اكتب كذا وما تكتبش كذا عندك النهارده في ضحايا كذا المفروض تطلع تقول كذا اكتب ريستين بيس ايه مش عارف ايه هني كذا النهارده لازم تعمل بلاش تويتت كذا بلاش تنزل بصوره شكلها مش حلو بيدير اعماله بيدير اعمال بشكل كامل وكيل الاعمال فده بيبقى دي مهنه راقيه يعني انت راجل معاك فلوس وبقيت نجم صح مجتمع خلاص يعني بتعمل ده لان حد بينظم لك حياتك مواعيدك مين يستضيفك ويستضيفك بكام وامتى وازاي وبيعمل لك جدول وحاجات انت مالكش علاقه بيها لكن اللي بيحصل هنا عينيا اجيب لك كذا طب انا تحت امرك طب ابعت لي كلمتي عشان كده بتبقى سمسره فهي ما اقدرش اتهم السمسره فقط او حركه اصول مكالمات لاعبين لا هي منظومه فساد حتى لو كانت صغيره ده اللي بيرفع اسعار اللعيبه زي ما حضرتك شفت كده. اخبار الرياضه ذهبت لما هو ابعد من ذلك كمان بتقول ان التلاعب بالنتائج والاخفاقات ومفاجاه وراها مواقع مشبوهه. هل فعلا كان في تلاعب في نجد؟ طبعا احنا مش بنتكلم على شخصيات بعينها وكل الاحترام والتقدير لكل الناس احنا مش جهه تحقيق في اي حاجه عامه يعني لكن هل كان في فعلا تلاعب في النتائج؟ شوف يا فندم القانون لا يحمي المغفلين انا طبعا. عشان اقول لحضرتك دلوقتي ان في تلاعب مع الدليل كويس احطه في عين التخين غير كده ما اقدرش اقول يعني انا اقدر اقول اصل في تلاعب ولو عارف ان في تلاعب ما اقدرش اقول طالما مش دليل ما اقدرش اتهم صح تحس بقى انت ان في حاجه ماشي اوكي براحتك في مكاتب مراهنات في شركات مراهنات طبعا في في ما هو في بس طالما انا اتعودت كده طالما معيش دليل ما افتحش بقى صح. الرابع رمضان صبحي احرز الهدف الرابع للنادي الاهلي في المباراه الوديه الاخيره في معسكر اسبانيا اتمنى كل الاستفاده ان شاء الله النادي الاهلي من كل المباريات اللي فاضها هناك في اسبانيا. خلينا نتكلم بقى على بطوله الامم الافريقيه ومباراه او مباراتي الامس سواء طبعا السنغال وتونس وتاهل السنغال الجزائر ونيجيريا وتاهل الجزائر شفت المباراتين دول ازاي وهل ده او دي نتيجه طبيعيه لاقوى منتخبين في البطوله انهم كانوا متواجدين في النهائي طبيعيه جدا 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 واي حد كنت تتكلموا الاثنين دول في النهائي حتى لو كانوا مع بعض في البطوله يمكن ما كانش حد مرشح الجزائر في الاول مع بعض في المجموعه هم كانوا مع بعض في مجموعه واحده حتى لو ما كانش حد مرشح الجزائر في الاول كانت الجزائر خدت البطوله عن طريق الخطوه بيت باي بيت يعني صح. وصلت وتستحق وبقول لحضرتك من دلوقتي الجزائر بنسبه كبيره جدا هي البطل ان شاء الله يعني شاء الله. بتاخد يعني 70% اكتر على السنغال اللي انا بخص حق السنغال ولكن هي 70% اعلى يمكن حتى التاريخ بيقف في صفها في الحته دي تحديدا ان الفرق اللي بتلعب مع بعض في المجموعه وبتتقابل في النهائي دائما الفائز بيقرر الفوز يمكن حتى حصلت معنا احنا في مصر 2006 2008 فزنا في الاربع ماتشات صح. حتى الجزائر نفسها اخر البطوله الوحيده اللي خدتها سنه 90 كانت وقعت مع نيجيريا في المجموعه 5 وقابلتها في النهائي وكسبتها 1 زي احنا كده الكاميرون كسبتها 4 وفي النهائي كسبتها 1 في 2008 اللي كانت في غانا فزائد طبعا المباراه تقريبا بتقام في استاد القاهره الدولي بالجزائر الاعداد الكبيره الجزائريين كتير جدا اللي بتمنى منهم يتحلوا شباب الروح الرياضيه لان هم بعد الانتصارات بيعملوا يعني مش بقول بشغب لا مش شغب بس بيحتفلوا بجنون بجنون فده طبعا يعني في ناس بتشوفه حاجه كويسه يعني في ناس بتتفاعل مع ده وفي ناس ما بتحبش ده يعني ايه يمكن بصراحه انا بشيد برياض محرز امبارح كان قال تصريح عبقري لما قال يا جماعه احتفلوا باحترام يعني لان انتوا مش في بلدكم طبعا انتوا في بلدكم وعلى عيننا وراسنا بس يعني وارد تحصل حاجات حد يتخبط من حاجه حد يعني الامور دي نتمنى ان شاء الله ما تحصلش يعني باذن الله فتاهل منطقي جدا لمنتخب الجزائر جدا 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 واستحقاق وكذلك منتخب السنغال حتى رغم الهوجه اللي عاملها الاعلام التونسي اكيد كلنا زعلانين ان منتخب تونس ما تاهلش كنا نتمنى نهائي عربي ولكن هو تاهل عن استحقاق وكنت شايف هجمه تونسيه كبيره جدا اعلاميه على الفار واتهامات كبيره للحكم رضوان جيد المغربي لكن هو مش هو طبعا طلع اللي عادل اللقطه دي او اللي كان متحكم فيها حكم فرنسي مش عارف اسمه ريمون تقريبا هو اللي كان مش رضوان جيد هو اللي كان عاملها وحتى لو رضوان جيد هو يصفي حسابات لان العمليه افرت شويه في الصحافه وتصفيه حسابات طب هي ضربه جزاء ولا لا من وجهه نظر انا وجهه نظر ان هي ضربه جزاء بس ده في الاول في الاخر ده هم قالوا الحكم هو صاحب
القرار. هم قالوا له في كذا بس هو صاحب القرار. طبعا بيتكلم بقى في تعمد وغير تعمد والكلام ده، اعتقد الكلام ده ما بقاش موجود يعني. تعمد او مش متعمد انت حسب ضربه الجزاء، ده هي كره ضربه جزاء يعني. التعمد وعدم التعمد ده ما هو خلاص. القانون الجديد بيقول لو للمهاجم للمهاجم المنافس الكره جت في ايده لا بتتحسب على طول، لكن بالنسبه للمدافع وفي منطقه جزائه تبقى تقديريه للحكم. يعني اعتقد في موقف حساس زي ده وفي وقت وفي مباراه قبل نهائي سيمي فاينال وفريق مغلوب 2-1 وفي وقت اعتقد كان الشوط الرابع لا العمليه حساسه، احسب ضربه جزاء واحسب الحق. انا مش بتكلم على بالظبط احسب الحق يعني. ما انت حسبت ضربتين جزاء، واحده لتونس واحده للسنغال والاثنين ضيعوهم، ما لاش اي علاقه خالص. انت احسب الحق ان شاء الله. دي زي الفاول اللي حسبه حكم كان بكاري جسام اعتقد، اللي هو حكم مباراه نيجيريا والجزائر، حسبها في الدقيقه 95 وكانه حسب ضربه جزاء. فعلا هي فعلا ضربه جزاء تعتبر هي ضربه جزاء، يمكن ضربه جزاء كان ممكن ما تخش، لكن دي دخلت رائعه جدا طبعا من رياض محرز. فعايز اقول لك ان التونسيين كان عندهم حق، وجهه نظر طبعا هي ضربه جزاء وكانت تتحسب ما فيهاش اي حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر تونس نفسها بصراحه ما اقنعتش في البطوله. الفوز الوحيد اللي عملته كان على حساب مدغشقر، مع كامل احترامي لمغامره مدغشقر. مدغشقر ما تجيش طبعا حاجه جنب خبرات منتخب تونس، لكن انت تعادلت في الاربع ماتشات وكسبت ماتش وخسرت ماتش. فانت وجود تونس في الدور قبل النهائي بصراحه كان مفاجاه. طيب الاداء المبهر بالنسبه لنا على مدار البطوله كلها للمنتخب الجزائري، اهم ما يميز المنتخب الجزائري من وجهه نظرك واهم او ابرز لعيب كمان؟ لا اهم حاجه عملها جمال بلماضي انه قضى على النجوميه، مفيش حد نجم كويس. الفريق هو النجم يعني. صح. انت النهارده كان في وقت المواعيد بيقعد رياض محرز وبيقعد بغداد بونجاح ومقعد اسلام سليماني ومش عارف ياسين ابراهيمي وحاجات، لا هو اهم حاجه عنده الفريق، وده اللي يمكن عطى الفرصه للعيبه كتير انها ظهرت. يوسف بليلي وهو لاعب يعتبر محلي لانه طبعا مش محترف في اوروبا. صح. يعتبر لاعب محلي في الترجي التونسي، ما هو الترجي تونس زي الجزائر. صح. زي مصر كله زي بعضه. ورغم ان بغداد بونجاح ما سجلش او كان حتى كانت كاد يتسبب في خروجه من ربع النهائي باهدار ضربه جزاء قدام كوت ديفوار، ولكن اللاعب ليه ثقله في الملعب. طبعا ده فرصه لوناس، ادب الناس لعيب جامد، كان اكتشاف عطار رغم ان هو طبعا يوسف عطار اصيب في كسر في الترقوم وخلاص مش هيلعب. لعيب مميز قوي. مميز جدا. بس هو قدر يعمل التوليفه دي بصراحه يعني. ده شيء يحسب لجمال بلماضي. بقاله كام سنه جمال بلماضي؟ من شهر 8 اللي فات بس، وقدر في الفتره الصغيره دي يعمل التوليفه بالظبط. لان هو بما انه على فكره ليه، لان ربنا كرمه. ليه بقى؟ هو كان في طبعا كان بيدرب الدحيل القطري ومنتخب قطر، وطبعا اكيد بياخد مبالغ طائله. لما اتعرض عليه ده هو رفض، وكان جات له فرصه منتخب الجزائر فقال لا انا عايز ادي اسم بلدي. صح. يعني شوف اكيد مش ممكن الجزائر هتدي له نفس الارقام اللي بياخدها، لكن هو بص للمجد. هو واخد دوري، واخد كاس الخليج مع قطر على حساب مع منتخب قطر على حساب السعوديه في السعوديه، وخد بطولات مع الدحيل القطري، وخد بطولات مع الدحيل كنت بياخد فيها فلوس. لكن بطوله مع بلدك بروح يعني، هو فرحته لما تشوفه فرحان، هو فرحان كمشجع قبل ما يكون مدرب. هو اللي عمل التوليفه دي، اللي هو ليه رؤيه، وبعدين أجاد التعامل مع المشجعين الجزائريين والصحافة الجزائرية. الصحافة صعبة جدا هناك، والجمهور صعب جدا بكل أمانة. عندهم حمية عالية شوية، يعني دايما يقول لك الجزائر فيها 40 مليون مدرب، 40 مليون ناقد رياضي، اللي هم كلهم تعداد البلد، كله بيتكلم في كله. حتى يمكن تلاقي من أطرف المواقف إن هم في المظاهرات كده برضه. لا إحنا مش زيهم، هم عاليين شويه اكتر مننا. لا هم عندهم يعني انتقادات بتاعتهم حاده شويه. فتلاقي حتى يمكن حتى في الحراك الشعب الموجود دلوقتي في الجزائر اللي هو المظاهرات، حاطين لهم الشاشات قاعدين يعني يتظاهروا يتفرجوا على الماتش. يعني اهم حاجه عندهم الماتش والخضر ومش عارف ايه. بتشوف الاعداد جايه عامله ازاي، الجزائريين مالين شوارع القاهره طبعا واهلا ده لسه ماتش النهائي كمان. لسه في كمان جايين، لكن فهو اجاد التعامل، راح رفع الحمل عنه وعن الحمل الضغط النفسي عنه وعن لعيبته. قال احنا مش مرشحين للقب، وساب بقى الناس ترشح مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون. تصريحاته ذكيه جدا. وكوت ديفوار هو، وبعدين كسب ماتش كينيا عادي جدا. وكسب السنغال، احنا هدفنا التاهل، خد الخطوه خطوه بس ما نفاش. يعني كان بيقول لك ايه، انا بحلم ان انا افوز باللقب عشان بس ما حدش يقول له انت ايه جت صدفه. لا وما جاتش صدفه طبعا. وقدر يصل شيئا فشيئا، لان هو لو كان قال من الاول كده كانت الضغوط زادت على اللعيبه. ومع ذلك يمكن كانت كل الناس شافت ان رياض محرز ما عملش حاجه، بس برضه مبقى عليه، مبقى عليه. صح. ولعب له ودوره جه، حط جون ما يتجابش يعني. ايه مش ما يتجابش ما اقصدش، لكن اقصد ان هو ما يتجابش في التوقيت ده. ده بقى دور النجم. يمكن مثلا في عز سوء منتخبنا ومستوى منتخبنا، كان محمد صلاح مثلا جاب جون في اوغندا، جاب جون في الكونغو. دي مهاره محمد صلاح،
اللي هو اللاعب اللي بيحسم المباراه في وقت معين. يمكن ده عمله رياض محرز امبارح يوسف بليلي في اكتر من مناسبه، بيبان حتى رئيس مبولحي اللي هو حارس المرمى بالزبط. قوته لما بيعرف يصد. يمكن ده ما كانش موجود لما نقارن شيء بشيء يذكر. منتخب تونس كان في مشاكل في اللعيبه، مشاكل ما بين اللعيبه والجهاز الفني، حتى اتحاد الكره راح ادى صلاحيات لافراد الجهاز الفني على حساب المدير الفني هو الان جريس. بس لما الدنيا مشيت معاهم ابقوا عليه. والنهارده لما خرجوا بيقعدوا يكلموه، يعني امور ما كانش المفروض تحصل في داخل الفريق الواحد. يمكن ده الامور، المشاكل دي خلصت على منتخب تونس، خلصت على منتخب غانا. كان في مشاكل من القائد ومن الكابتن ومن اللي مش عارف ايه، وعصام واجيان لا اندري اي ولا مش يعني الحاجات دي بتهد البيت. الكلام ده مش موجود في منتخب الجزائر، بان اكتر لما بغداد بونجاح كان عمال يعيط لانه عارف انه هيحملوه الليله. وبعد المباراه او قبل المباراه الاخيره امام نيجيريا جمال بلماضي قال ايه؟ قال من افضل مهاجمين في العالم. بص بيخرج عنه الضغوط ازاي. اللعيبه كلهم بعد المباراه بنهد الفوز لبغداد بونجاح. كل الجمهور الجزائري، حتى انا كنت في السويس في ماتش كوت ديفوار، كنت شفت المباراه من الملعب. كان الجمهور كان بيلف التوبيس بتاعهم عمال يقول بغداد بغداد بغداد، يعني الناس مسامحينه لانه انت عملت اللي عليك. تمام. بس طيب خلينا نتكلم على الشق التحكيمي وبالتحديد مع الكابتن الكبير كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق. يا كابتن سمير مساء الخير عليك. وعلى المحتوى. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن امير. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. عايزين ناخد رايك بشكل عام على مستوى التحكيم في البطوله كلها، وبالتحديد مباراتي الامس، وخصوصا بتحديد مباراه تونس والسنغال والجدل اللي حصل بخصوص ضربه الجزاء في الشوط الاضافي الرابع. بص يا كابتن، هنبتدي من السؤال الاولاني، مباراه السنغال، الجدل اللي كان تعامله بملاك الحكم الاثيوبي ركلة الجزاء اللي احتسبها. هو الجدل البداية من باملاك دي ان هو حسب ركلة الجزاء، بعد كده رجع للحكم الفي ار واكدوا لا مش ركلة جزاء. القرار السليم كابتن سمير ممكن بس تتحرك مكانك سنه كده عشان الشبكه فيها بتقطع. اتفضل كده كويس كده زي الفل. اتفضل. فبقول لحضرتك باملاك هو السبب الرئيسي في المشكله ان هي ما فيهاش ركله جزاء من وجهه نظري انا، عشان دي ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد. والكوره اللي لعبها الثيرد باك بتاع فريق السنغال لعبها جامده في ايد لعيب زميله بتاع السنغال، هنا ما فيش اي عنصر من التعمد. مع رجوع الفار للفي ار طبعا اكد ان عدم وجود ركله جزاء، وبالتالي مشي مع قرار او يعني الاستشاره بتاعت حكم الفيديو ولغى ركله الجزاء. طيب بس هنا نقطه كابتن امير عاوز اعيد لك بسرعه ان في ناس لهم خلط شويه في قانون كره القدم الجديد الخاص بلمسه اليد. نوضحها يا كابتن سمير بقى اتفضل. يا ريت احنا برضو الناس تعرفها. لمسه اليد بالنسبه للمهاجم اللي فرقته بتجيب هدف، يعني الفرقه ما بتجيب هدف، المهاجم اللي بيلعب الكوره سواء جت في ايده متعمدا او غير متعمد يصفر هاند بول على طول. تمام. انما المدافع القانون القديم زي ما هو ما اتغيرش زي ما هو. تمام صح. لان انا امبارح سامع بعض الناس في القرارات الثانيه بيقولوا لا طبعا ده قانون لازم طبعا كلنا بنمشي عليه. المهاجم هو بس في التعديل، المدافع لا. تمام. طيب التحكيم بقى، مستوى التحكيم في البطوله بشكل عام رايك فيه ايه حتى الان؟ والله لا، هو طبعا التحكيم بنسبه مثلا وصل 70% 80% ما فيش مشاكل في معظم المباريات، وده يرجع يا كابتن امير للسلوك الرائع من اللاعبين المشاركين في البطوله. كان سلوكهم رائع في المباراه، ساعد كتير جدا الحكم في اداره المباراه. احنا لو نتفرج على نفتكر احداث المباراه يا كابتن امير ما فيش اي اعتراض من اللاعبين، نادرا اما تلاقي لعيب اعترض غالبا. صح. للاسف اكثر الاعتراضات من لعيبه منتخب مصر اللي كانوا شاركوا في البطوله في الاول. انما كل الفرق الافريقيه بصراحه كان مستوى السلوك كان رائع. هو ما فيش يا كابتن سمير في افريقيا غير باملاك تسيمه اللي يحكم مباراه في كل دور، يعني حاجه غريبه بصراحه. فاكر يا كابتن امير اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده من حوالي شهر. فعلا. ان هو الحكم الوحيد اللي بيلعب مباراه افريقيا النهائيات، طبعا ده شيء علامه استفهام كبيره جدا. وهو خلي بالك مش المستوى الفني اللي يؤهله انه يلعب المباريات كلها. فعلا. وبعلاوه بالاضافه لبكاري جسامه، يعني امبارح لو تفتكر بكاري جسامه عنده حاجات غريبه. اما راح انت شفته اما كان واقف قصاد حارس المرمى وشه في وشه. ايوه بالظبط. قدم خالص. ان انت الحكم لما يلاقي لعيب بيغلط عنده كارت اصفر او كارت احمر.
انما تقف وشك ووشه وخيه. خلي بالك كابتن امير لو تفتكر انت استاذ محسن ده بكاري دخله من بره ال 18 لغايه سيارته وهو اللي رايح له. دي مش موجوده دي في القانون اصلا. انما هو لوحده بيلعب لجنه الحكام الافريقيه بتعتمد عليه بشكل ايجابي في حين وجود الحكم بيبقى وشارك في البطوله بشكل اقوى من كده بكتير، وخاصه المنتخب المصري ما شاركش في البطوله دي خالص زي ما انت عارف طبعا. بالظبط. علاوه عندنا اليوم الحكم الكاميروني طبعا اعتقد انه ممكن يلعب الكره النهائيه، بترشحه للمباراه النهائيه؟ انا ارشحه هو فيكتور جوميز، فيكتور جوميز طبعا جنوب افريقيا، او رضوان جيد من المغرب. وانا اتمنى انه يكون جهاد او امين عمر طبعا. اكيد نتمنى. اكيد ماشي، يعني نتمنى كل التوفيق للتحكيم الافريقي بشكل عام والتحكيم المصري بشكل خاص. يا كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معنا على الهاتف كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، واتكلمنا على مستوى التحكيم في البطوله بشكل كامل. شايف ان التحكيم جيد في البطوله؟ صراحه ما كانش في اي مشاكل خالص على مستوى البطوله. يمكن ده الناس كانت متخوفه اكتر من البطوله قبل ما تبدا بسبب وقعه طبعا قبل نهائي دور الابطال ما بين الوداد والترجي والمشاكل اللي كانت حصلت فيه، لكن من اول البطوله ما بدات ما كانش فيه مشاكل. حتى لما لجأوا للفار برضه ما كانش فيه مشاكل. يمكن اكبر مشكله او اول مشكله بتاعت امبارح دي اللي اثارت الجدل، يمكن الصحافه بس التونسيه بلغت في الامر وتصفيه حسابات والكلام اللي شرحناه ده. طبعا الكابتن سمير اكيد مع القانون، هو حكم دولي طبعا يعرف الكلام ده كله، فاكيد طبعا لا يفتى مالك في المدينه شرح اللعبه بالظبط. بس طبعا من الجمهور طبعا هيستوعب الكلام ده، او خلاص بقى الناس خرجت فبترمي بترمي الحمل على غيرها يعني. طيب وصول رياض محرز للنهائي وساديو ماني للنهائي وفوز احدهما باللقب، هل ده بيرجح الكفه بشكل كامل طبعاً للفوز بافضل لاعب في افريقيا وكده محمد صلاح بره الصوره؟ طبعا صلاح كده الثالث. انا بقول لك من دلوقتي اهو في يناير اللي جاي الاول غالبا هيكون، ممكن يكون ساديو ماني، ممكن يعني الله اعلم، لانه قدم بطوله كويسه بصراحه بغض النظر عن النهائي. طبعا مع ان المباراه النهائيه هتفرق شويه ممكن طبعا، فواحد فيهم رجع كفه في الاوتوب جول. لا وماني واخد تشامبيونز ليج كمان، ومحرز ما كانش ليه دور قوي في الدوري الانجليزي بالظبط، يعني هو محرز الدوري الانجليزي ماشي. حتى لو خد دور كاس الامم الدوري الانجليزي وكاس الامم الافريقيه، لكن ماني دوري ابطال اوروبا وهداف فريقه في دوري ابطال اوروبا وهداف الدوري الانجليزي، هداف فريقه في الدوري الانجليزي مش هداف لا هو هداف فريقه في الدوري الانجليزي وهداف فريقه في دوري ابطال، يعني هو اكتر لاعب في فريقه جاب في دوري في تشامبيونز ليج. لا محمد صلاح جايب 5 وهو جايب 4. هو فيرمينيو 4 محمد صلاح 5 السنه دي. السنه دي يعني صلاح جايب 5 اهداف بالهدف الثاني اكتر. لا 5 اهداف لصلاح بالهدف النهائي في المباراه النهائيه امام توتنهام، وماني وفيرمينو 4 اهداف. ما فيش مشاكل، لكن هو هدف الدوري الانجليزي بالظبط. فهو صلاح كده في المرتبه الثالثه، وكان هو كان في صراع رباعي قبل البطوله مع ساديو ماني ورياض محرز ومحمد صلاح وحكيم زياش. حكيم زياش خرج من اللعبه، هو ما عندوش طبعا الدور الهولندي مع احترامي طبعا ما يقدرش، لكن صلاح كده في المرتبه الثالثه، والمركز الاول والثاني ما بين رياض محرز وساديو ماني. غالبا يكون ساديو ماني طبعا الاسباب اللي ذكرتها، ثم رياض محرز، ثم محمد صلاح. طبعا خروج طبعا اوباميانج اللي هو بقاله سنتين بيخش، ما اعتقدش بقاله سنتين الصوره طبعا خالص، لانه برضه هداف الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي. بس طبعا ارسنال ما عملش حاجه، حتى ما خدش البطوله اللي كان قريب ليها اوروبا ليج، ف وصلوا النهائي بس. بالظبط. فالاول والثاني وانت مغمض كده ساديو ماني ورياض محرز، ايا كان من فيهم يجي الاول يجي الثاني، والثالث محمد صلاح. اعتقد الافضليه فعلا هكل ساديو ماني، لان لسه ليفربول عندهم بطولات، عندهم السوبر بالظبط الانجليزي والسوبر الاوروبي بالظبط، وعندهم كاس العالم للانديه، كل دي بطولات. لو بس هو هيلعب ليفربول هيلعب مانشستر سيتي، ما هي برضو دي ممكن ترجح كفه محرز، يعني من هنا الامم الافريقيه اللي هترجح بالظبط. بس دور ساديو ماني مع فرقته اكبر من دور رياض محرز. يمكن رياض محرز لولا الهدف اللي جابه امبارح كنت تقريبا تحس ان هو ملوش دور قوي مع الفريق، يعني طبعا لعيب تقيل بس ملوش دور قوي مع الفرقه. يمكن حتى صلاح في الماتشين اللي احنا خرجنا منهم كان له دور شاور مؤثر، يعني انهى على طموحات اوغندا، خلص على الكونغو بمهاره خاصه فعلا هو وتريزيجيه عشان نكون منصفين. لكن رياض محرز ما كانش له تواجد طبعا بالهدف اللي جابه امبارح، عالي تبقى برضه فرص ساديو ماني. حتى لو الجزائر خدت البطوله تبقى فرص ساديو ماني اكتر شويه او اقرب للفوز باللقب، ويستحقها بصراحه، بقاله سنتين بياخد تاني خلف صلاح. هو لاعب عالي جدا، امكانياته عاليه جدا، مطلوب من ريال مدريد ما ننساش دي. هو فرصته لحد دلوقتي مطلوب من ريال مدريد؟ لا لحد دلوقتي لا كان مطلوب من ريال مدريد، كان مطلوب ده مهم، وصلاح برده كان مطلوب زيد، بس هو كان مطلوب اكتر من محمد صلاح. زيدان مقتنع قوي ساديو ماني لانه لاعب هجام، اتفرج شوف عامل ازاي بصراحه، لاعب قوي جدا ومحترم جدا، فخر القاره الافريقيه بكل امانه يعني. والاثنين كمان الاثنين جايبين 3 اهداف حتى الان في بطوله الامم الافريقيه يعني. حتى ساديو ماني من البعض خلي بالك بينتقد برده اداؤه، يعني بيقولوا ان هو مش فعال بالشكل اللي كان عليه مع ليفربول بالنسبه للمنتخب السنغالي. ماشي، بس هو فرق، هو طبعا هو مشكلته انه ضيع ضربتين
جزاء بالظبط، بس هو برضه شايل الفرقه يعني. هنتكلم بامانه وهيبان ده اكتر في مباراه نيويورك، يكفي ان هو وصل للنهائي يعني، قاد فريقه للنهائي، فده اللي هيرجح كفه ساديو مالي او رياض محرز الاثنين طبعا بالنسبه لنا سيان. محمد صلاح في المرتبه الثالثه حتى الان يعني بوجهه نظري الشخصيه. ممكن يحصل تغيرات ولا صعب؟ اسئله التغيرات اللي هيحصل يعني هياخدوا بطاقه من كاس العالم للانديه السوبر ده والسوبر لا لا لا، كاس العالم للانديه ما تجيش حاجه جنب دور الابطال الشامبيونز ليج، بس بطوله معتمده من الفيفا ماشي زي السوبر. مع السوبر مثلا الافريقي هل زي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ لا طبعا اكيد لا يعني، حتى في التصنيف بتاخد نقطه يعني حاجه كده، لكن خلينا نتكلم بكل امانه البطوله الاقوى هي دوري الابطال في اوروبا. دوري الابطال اوروبا هي اقوى بطوله في العالم، دوري ابطال اوروبا ده كاس عالم كل سنه واحسن كمان من كاس العالم بالظبط، فهو رقم واحد يعني امتع من كاس العالم طبعا بصراحه. انت بتتكلم على كل الجنسيات في كل البطولات، الفرق القويه مش كماله العدد اللي هم عمالين يزودوا في البطولات يعني. بطوله افريقيا ده 24 ليه؟ لازم ترجع 16، لازم تقلل من مستواها جدا. انت عمال تدخل ناس تكملت عدد ناس فرحانه انها تصعد وخلاص، زي كاس العالم بعدين هيبقى لما يعملوا 48 تبقى مسخره، كله هيتاهل. فانت لازم البطوله السنه دي في وجهه نظري بدات من دور 16، بدات منتخبات كينيا بقى روحت مع احترامي طبعا للناس دي، بوروندي مش عارف، يمكن استثناءات بسيطه مدغشقر مثلا دخلت، كان في كاس الامم الاوروبيه كان لو تتذكر ويلز ايسلندا، بس في النهايه برضو مش بيكمل صح يعني صح. تبقى يعني حلاوه روح زي ما بيقولوا يعني، ناس متواجدين مع الكبار، لكن لما الدور الاول بيخلص البطوله بتبدا. فزي ما متفق معاك طبعا دوري ابطال اوروبا اقوى بطوله في العالم بكل امانه، حاجه متعه كرويه كل سنه. فاعتقد وجهه نظر شخصيه ان ساديو ماني هو البطل، ومحرز رقم 2 وصلاح رقم 3. اختم معاك بالتنظيم المصري لبطوله الامم الافريقيه، وخصوصا كرويا فنيا فشلنا فشل ذريع كمان، لكن في نفس الوقت الدوله وكل المسؤولين عن الرياضه في مصر قدروا ان هم ينظموا بطوله قويه جدا. حتى الان شايف التنظيم ازاي؟ رائع جدا 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 منذ اللحظه الاولى بصراحه. انت ما تنساش بين قوسين كده ان انت في 5 شهور قدرت تعمل ده كله، ما حدش هيقدر يعمل. مصر فعلا صعبت البطوله، بتقابلني لو حد في قاره افريقيا قدر ينظم التنظيم بتاع مصر الا جنوب افريقيا طبعًا في جنوب طبعًا. القاره وممكن المغرب، واللي المغرب مش عايزه تنظمها اصلا. حتى الجزائر مع احترامي ليها الملاعب فيها شويه ما عندهمش نفس البنيه التحتيه اللي عندنا بصراحه، ما فيش. ما انا بنتكلم معاهم بكل صراحه. تونس حتى الملاعب هتلاقي رادس وملعب واثنين ثلاثه، وبرده العمليه برده مش قد كده. لكن بصراحه اللي عملته مصر مش هيتعمل الا بجنوب افريقيا، مع ارتفاع العدد ل 24 بطوله. اذا كانت الكاميرون 24 منتخب، اذا كانت الكاميرون كان مطلوب منها 4 منتخبات على اساس ان هم 16 وكانت معاها ملاعبين جاهزين ولسه 2 تحت الانشاء، وبعدين انت زودت لها بطوله فبقى محتاج 6 ما عندهاش، طب هتنظم البطوله اللي جايه ازاي؟ مش ممكن. ده هتلاقي مشاكل للصبح. شفت الجابون عامله ازاي وغينيا قبليها كانت عامله ازاي، كانوا العشب كان اصفر كانوا بيدونه اخضر عشان يبقى لا. فطبعا وكانت الناس بتشكرهم لانهم قدروا ينقذوا القاره، لكن اللي عملته مصر بيعجز البطوله الدول اللي جايه، ومحدش هينظم التنظيم ده ولا حفل الافتتاح ده ولا حفل القرعه ده ولا حفل الختام ده ان شاء الله. اكيد يعني شيء مميز جدا، والحاجه الايجابيه الوحيده والاهم بصراحه طبعا، بخلاف ان كان مهم ان احنا ناخد البطوله طبعا، لكن ما كانش عندنا اي مقومات للفوز باللقب، لكن الاهم ان التنظيم اكثر من رائع، وان مصر نجحت في استضافه بطوله الامم الافريقيه. استاذ محسن نورتني وشرفتني، وانا دايما بكون سعيد بالحوار معاك دايما. شكرا جزيلا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا مع ضيفنا العزيز استاذ محسن لملوم، مدير تحرير الاهرام الرياضي، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا على الساحه الرياضيه والافريقيه مصريا وافريقيا كمان. اتكلمنا بشكل مفصل، وكمان اتكلمنا عن النادي الاهلي واستعداداته. المباراه حتى الان لسه ما خلصتش، المباراه الوديه بالنسبه للنادي الاهلي، وفي نتائج اخرى في هذه المباراه، بس خليها مفاجاه لحضراتكم في المباراه لما تتذاع مساء او صباحا بالتحديد الساعه 1 صباحا ان شاء الله بعد برنامج ملك وكتابه. تابعوا مباراه الاهلي والكم الوديه مع احدى الفرق الاسبانيه، اوكام نادي اوكام الاسباني، ومباراه اكيد كانت مهمه واستعداد كان مهم بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق في المرحله الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا لما هو قادم من مباريات مختلفه في مختلف البطولات. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.